أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أبرمت وزارة النفط في العراق عقدا مع شركة سيتروي ترانس غاز أويل الروسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في حقول محافظة الأنبار لمدة 34 عاما. وقالت الوزارة أن العقد الذي وقع مع الشركة الروسية يتضمن استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة رقم 17 في محافظة الأنبار غرب العراق. ويأتي هذا الاتفاق عقب اتفاق سابق للوزارة مع شركة لوك أويل الروسية أيضا لإنتاج النفط في حقل غرب القرنة 2 بمقدار 800 ألف برميل يوميا. كشف البنك المركزي العراقي عن قيمة مبيعاته في مزاد يوم الاثنين والتي شهدت انخفاضا مقارنة بمبيعات مزاد الأحد الماضي. وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية إلى 221 مليون و 49 ألف دولار مقارنة بمبيعات مزاد الأحد والبالغة 226.99 ألف دولار. يتراجع بتراجع قيمته 5.5 مليون دولار، وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار وفقا لبيانات البنك المركزي في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفا وشركة تحويل مالية. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.13% عند مستوى 471 نقطة فاصلة ثمانية، رابحا نحو 0.61 نقطة. وتم تداول على أسهم 28 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 8 شركات وانخفضت أسهم 8 شركات، بينما استقرت أسهم 12 شركة وسجلت قيمة تداولات أكثر من نحو 186 مليار دينار، بينما بلغ عدد الأسهم نحو 119 مليار سهم بعدد صفقات بلغت نحو 222 صفقة، وبلغ عدد الأسهم المشترات من المستثمرين الأجانب نحو 418 ألف سهم بقيمة بلغت نحو 25 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات على أسهم شركة واحدة. أعلنت وزارة الزراعة حاجة العراق سنوياً إلى 4 مليارات بيضة لتغطية الاستهلاك المحلي. وقالت الوزارة أن إنتاج العراق حالياً يتجاوز الملياري بيضة سنوياً، وهو ما لا يغطي الحاجة الفعلية للسوق. وأشارت الوزارة إلى أن هناك توسعاً ملحوظاً في مشاريع إنتاج البيض المحلي، وأغلب المحافظات تغطي حاجتها المحلية وتصدر للمحافظات الأخرى. أعلنت وزارة الزراعة استمرار منع استيراد محصول الخيار لوفرته في الأسواق المحلية بكميات كبيرة على مدار السنة الحالية في كافة المحافظات. وقالت الوزارة أن قرار استمرار منع الخيار يأتي نظراً لوجود وفرة في إنتاج الخيار العراقي في الأسواق المحلية، والذي يكفي لسد حاجة المواطن، مما دفع بالوزارة إلى إيقاف استيراده من المنافذ الحدودية. يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن منع استيراد 16 محصولاً زراعياً وثلاثة منتجات حيوانية لوفرتها في الأسواق المحلية. مع ذلك يعاني المنتج العراقي من تنافس المنتجات المستوردة والتي يستوردها متنفذون في الحكومة والأحزاب. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.